إلى أن كانت الصدمة أني أنا قرأت مقال حكاتب عراقي عن الإمام المهدي أنه لم يولد. تخيل الصدمة لي كشيعية، ركن من أركان المذهب الإمام المهدي، فكيف ما يولد؟ إحنا 12، هو رقم 12، وهو أساساً عندنا مولود وموجود على أرض الواقع وحي، فكيف ما يكون مولود يعني؟ لكنه في صراحة يعني طرح داخلي سؤال مؤلم للغاية، يعني كما لو كان شيء داخلي تزعزع يعني. فبدأت أبحث في الموضوع، هل الإمام المهدي موجود أو لا؟ بدأت أتبحر وأبحث وما أدري إيش، إلى أن خلصت تلك الفترة إلى نتيجة أن الإمام المهدي ما ولد، وأن الإمام العسكري كان عقيم. طيب وين الإمام الاثني عشري؟ فكانت تساؤلاتي حول شخصية أساسية وكبيرة مرة في المذهب، هل هي موجودة أو لا، بدأت تقودني إلى تساؤلات أخرى. من وين أتى أصل العزاء الحسيني اللي أنا تربيت تحت منبر العزاء الحسيني؟ من وين أجى أصل العزاء؟ من أين يلطم الشيعي؟ من أين أتت كل هذه الممارسات؟ الخمس، الأمور هذه كلها من وين؟ فبدأت أرجع من أول وجديد إلى القراءة لأجد بعض الأجوبة. في هذا الأثناء كنت بصراحة بحكم أن أنا خلاص بديت أطلع عن محيطي الضيق هذا، وبديت أسافر وأطلع على المجتمع وكذا، اكتشفت اكتشاف جداً هام في حياتي. ليش مجتمعي أنا اللي أنا أحبه كثير، اللي تربيت فيه، يترأسه رجل الدين، برغم أن أصبح لدينا أكاديميين ومفكرين وكتاب وشباب متطلع، ليش كل هذولا كلهم يكونون بقيادة رجل الدين؟ ليش؟ من الصفر السبت 8 بتوقيت السعودية على الـ MBC 1.